ازاي تربي ولادك على التحدي والطموح؟ وهل بتحكي لهم عن تجارب ملهمه زي مثلا محمد صلاح عشان يعرفوا انه ممكن يجي وقت ويحققوا احلامهم؟ ده سؤالنا موجود على صفحتنا على السوشيال ميديا. لكن في مقوله كده عايزين نبتدي بيها مع حضراتكم، انه الانسان ابن بيئته، بمعنى ان الانسان في المكان اللي هو موجود فيه بحسب ما هيتربى على حاجه معينه هيطلع على نفس الحاجه دي بالظبط. بحسب ما بتدعم ابنك من هو صغير، بتربيه، بتديله قيم، كل اللي انت بتديهوله هو صغير ده هيكبر هيبقى حاجه قدام. اعتقد احنا عندنا نماذج كتيره جدا وعندنا نموذج اسمه محمد صلاح. التربيه ما بقتش اسمع الكلام وخليك مؤدب وذاكر وصلي والتزم وخليك ذوق وخليك راقي، ما بقتش كده بس، لا، انت لازم تحط في ابنك وتزرع في ابنك الطموح، لازم تفتح قنوات اتصال ما بينك وما بينه. الزمن متغير بالمناسبه، وانت لازم تدرك حاجه زي دي كويس، كولي امر، كاب، كام، لازم تدرك حاجه زي دي كويس، ان الزمن اتغير، بمعنى ان اللي انت زمان كنت بتفكر فيه وكان طموح بالنسبه لك ما ينفعش دلوقتي ابنك يفكر فيه، وفي نفس الوقت ما ينفعش اللي انت ما قدرتش تحققه انك تجبر ابنك على تحقيقه، لان انت كده بتحط جواه ان هو ملوش راي، ملوش اي كينونه، ملوش اي اهميه، لان اللي انت عايزه هو اللي انت بتحققه في النهايه. فهو حتى لو انت كان نفسك مثلا على سبيل المثال تدخل طب وتبقى دكتور، انت ما عرفتش تعمل ده، عايز تخلي ابنك دلوقتي يدخل طب ويبقى دكتور وهو مش عايز كده، فهو بتترسخ عنده قناعات بان هو رايه لا قيمه له على الاطلاق، ان هو موجود فقط عشان ينفذ اللي انت كنت عايزه. ازرع في ابنك التحدي والطموح، يحط حلمه قدامه بعد سنين ايا كانت السنين دي، هيحققه. وعندنا تجارب كتير وعندنا محمد صلاح، يعني التجارب كتير في كوم ومحمد صلاح في كوم تاني. ده حقيقي، انا شفت الانترفيو امبارح بتاع محمد صلاح مع القديره اسعاد يونس، اتعرض عندنا على القناه الاولى. في الحقيقه يعني انت بتقول يا شاذلي انه احنا بناخد او خدنا منه فعلا دروس كتيره قوي لينا احنا ككبار وكمان الاطفال. يعني لما نشوف شاب لسه صغير في مقتبل العمر كان عنده 16 سنه بياخد الطريق من طنطا لغايه القاهره، بياخد الطريق اكتر من ساعه، ساعه ونص او اكتر، مع 20 جنيه في اليوم يقعد اليوم كله فيه عشان خاطر يتمرن، 20 جنيه منهم تقريبا 19 جنيه رايحين على المواصلات، وجنيه واحد بس اللي باقي له ياكل بيه اي حاجه قدامه عشان يسند نفسه. لكن محمد صلاح هو بيحكي بيقول انا ما كنتش شايف كل العقبات دي، كان بيقول انه في طريق لازم او في زي جبل كده محتاج يطلعه كيلو، مسافته كيلو ونص، انا ما كنتش شايف كل ده، كل اللي شايفه طموحي. عمل حاجه اسمها فيجواليزيشن، تخيل حلمه فين وقدر ان هو يشوف الحلم ده قدامه وهوصل له. طيب كل ده حلو قوي، ازاي ابني ده بقى في ولادي؟ انا النهارده كتير قوي بسال اطفال صغيرين نفسك تطلع ايه، كان زمان شويه يقولوا دكتور، طيار، ظابط، اي حاجه. النهارده ممكن كتير قوي من الاطفال تسالهم نفسك تطلع ايه، يقول لك ما اعرفش، مش عارف، لسه ما بناش في شخصيته الحاجه دي. طيب انا كأم او اب دلوقتي ازاي ازرع في ابني الطموح؟ اول حاجه من الحاجات المهمه جدا يا شاذلي وانا بقرا عن الموضوع ده لقيتها في مواقع كتيره جدا، هي انك لازم توري ولادك نماذج ناجحه زي نموذج محمد صلاح مثلا، او افلام فيها الخيال واسع شويه، عشان دايما الخيال دي، الافلام دي اصلا معموله عشان خاطر احنا نتخيل نفسنا مكان اللي خد الجائزه دي او اللي طلع القمر او اللي عمل، ليه انا ما بقاش مكانه؟ فحاجات زي دي من وهو صغير هتبني عنده الطموح ده. احنا لما بنتكلم على محمد صلاح في الحقيقه في نماذج كتير جدا ناجحه في مصر ومثلت مصر في مجالات مختلفة، الطب والعلم وكل حاجة، لكن احنا بنتكلم على محمد صلاح لأنه كسر حاجة بالذات في كرة القدم. احنا عندنا، احنا كشعب مولع بكرة القدم، بنحب كرة القدم جدا، لكن دايما كنا شايفين حد زي ميسي وكريستيانو رونالدو نقول مستحيل نلاقي حد من عندنا من اللي احترفوا بره زيهم، لكن لقينا محمد صلاح كسر كل ده، وبالعكس أرقامه في سن صغير قربت لهم جدا. فنرجع تاني لازاي احنا نزرع الطموح ده في ولادنا، ان احنا نحسسهم انك تقدر، انك فيك الامكانيات، بلاش نقعد نهبط، يعني بلاش بقى احنا كل شويه نقعد نقول لولادنا الكلام اللي يكسر، الكلام اللي هو لا انت مش هتعرف، لا ده بعيد قوي، انت خايب، انت الكلام ده ما ينفعش تماما، بالعكس لازم ان احنا طول الوقت انت شاطر، انت تقدر، انت تنجح. صحيح، بس انت دريم ريل، خليني اقول اخر حاجه، دريم ريل بيفور يو دريم بيج، لازم كمان نحط لهم زي
أهداف إنه أنا عايز أوصل للهدف ده الأول، هو مثلا أنجح في السمستر ده، أبقى كويس مع أهلي مع عيلتي مع صحابي، ومن هنا لما يحقق الحاجات دي هيقدر يدريم بيج ويوصل لأكبر حاجة. وانت بتتكلمي عن محمد صلاح، محمد صلاح المختلف زي ما بقول لحضراتكم، فيه تجارب كتيرة للنجاح وفيه محمد صلاح. ليه محمد صلاح مختلف؟ لأنه زينا، لأنه مننا، من الطبقة بتاعتنا، اللي هو واحد اتولد في بيت مفيش حد بيدعمه، مفيش حد واقف معاه، كان لوحده خالص في البداية، لكن هو قرر، هو نفسه قرر انه يختار طريق ويمشي فيه للنهاية، حط حلم قدامه. دايما بنيجي نتكلم ونقعد نقول ده كلام بتاع التنمية البشرية، لا ده كلام مش كلام واقعي، لا فعلا حط حلم قدامه ووصل ومشي لحد ما وصل لحلمه. تجربة محمد صلاح هي تجربة ملهمة، تجربة ملهمة الحقيقي، وتجربة يعني لازم نخلي أولادنا يتفرجوا على الانترفيو ده، لازم نخلي أولادنا يتفرجوا على قصة محمد صلاح. مين هو محمد صلاح؟ إزاي طلع من بيت عادي جداً موجود في قرية جوه مركز تابع لمحافظة الغربية، وفي النهاية وصل فين؟ هو موجود فين دلوقتي؟ ولسه قدامه مشوار طويل، ربنا يديله الصحة يا رب ويبارك له يعني ما شاء الله. يا رب، وبنتمنى ان كل الاباء والامهات اللي بيتفرجوا علينا النهارده يسمعوا اللي انت قلته يا شاذلي، وفعلا يوروا لاولادهم الانترفيو ده عشان يزرعوا جواهم التحدي ده والاصرار ده والطموح ده. عايزه اقول لك يا شاذلي انه حتى القران الكريم تلته تقريبا بيتكلم عن الجنه والنار، عشان دايما يوريك انت فين تبقى مع الفايزين، ويوريك انت مش عايز تكون فين مع الخاسرين. انتوا بقى قولوا لنا هتعملوا ايه؟ يعني ازاي نربي ولادنا على التحدي والطموح؟ وبنحكي لهم على، هل بنحكي لهم على تجربة محمد صلاح عشان يعرفوا ان ممكن نحقق كل احلامنا؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها خلال الحلقة النهاردة. بنسبح على حضرتكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر.